إطار الاهتمام بالأيتام وتشجيعهم أقيم اليوم بصنعاء حفل تدشين برنامج ساهم لدعم أيتام اليمن. التفاصيل في التقرير. من أجل تخفيف معاناة أيتام اليمن أقيم اليوم بصنعاء حفل تدشين برنامج ساهم لدعم أيتام اليمن. البرنامج يسعى لتوظيف الجهود لصالح هذه الفئة من خلال استقطاع 100 ريال شهريا من رواتب الموظفين والمدرسين في البرنامج لصالح صندوق الأيتام في المؤسسة. هذا اليوم تم التدشين في مدرسة عائشة، هذا المدرسة الرائدة في رعاية الطالبات وتخريج المبدعات والأوائل، متمنين التوفيق لهذه المدرسة ولكل مدارس منطقة العاصمة والمناطق التعليمية. فشكرنا موصول لمكتب التربية والمناطق التعليمية في الأمانة، وكذلك لمؤسسة اليتيم، هذه المؤسسة التي أصبح لها معنى ولها بصمة كبيرة. اليوم بدأنا تدشين مشروع ساهم الذي فيه سيكون هناك بإذن الله دعم للأيتام ودعم المؤسسة اليتيم، حيث أن هذا المشروع فيه خير لأبنائنا الطلاب الأيتام الذين لا يجدون من يكفلهم. فإذا تكفلت المؤسسة بكفالتهم 100 ريال لا تؤثر تأثير كبير على نسبة كبيرة، فكفالة اليتيم لا تحتاج مننا 100 فقط، تحتاج مننا أكثر. إشراك المجتمع في تبني تطلعات وطموحات الأيتام وخلق أجواء موازية تتألق فيها الأيتام وتبدع من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية. اليمن مرت بظروف من 2011 حتى 2014 خلفت عدد كبير من شريحة الأيتام، فاهتمامنا بالأيتام هو اهتمام بأبناء الوطن وبعدد كبير جدا من أشبالنا وأبنائنا الموجودين، والذي لابد أن يكون هنالك تكامل مجتمعي في رعايتهم. تفعيل هيئات المجتمع المدني والمبادرات وجهود المنظمات الخيرية والإنسانية لدعم مشاريع رعاية وكفالة وتنمية الأيتام وتخفيف معاناتهم بالمشاركة المجتمعية ولو بالقليل.